الإمارات التي خرج من تحت غطاء سمائها في صحراها المذهبة حناجر تفضح بأشعار تتغنى بجمالها وعروبتها. أهل البادية ومن مثلهم ينطق الكلمات وينشدونها بأصواتهم الجهورة، انشدوا فسمعهم العالم، فأتوا ليجدوا أن العالم كله هنا في القرية العالمية. حلقتنا اليوم تحملنا إلى الصحراء في بيئة تراثية لنستمتع بشعرها، وفي عناوين اليوم: القرية العالمية تحتفل ب25 عاماً على افتتاحها، الخيامية أقدم الحرف الموروثة في التراث المصري، مبادرة الإرشاد المهني لشباب الإمارات، راشد بن فطيمة الشاعر الشاهد على سفر القصيدة في المعنى والمبنى. أعلنت القرية العالمية أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، إن موسمها 25 بينطلق في 25 من أكتوبر المقبل، حيث تعود لاستقبال ضيوفها وزوارها لتمنحهم فرصة عيش أجمل اللحظات والاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة من نوعها برفقة العائلة والأصدقاء. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ علي السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية. نقول يا هلا ويا مرحب أستاذ علي. حياكم الله وتشرف وجودي اليوم معاكم في قناة الظفرة. شرف لنا. يا مرحبا بك أختي. يا مرحبا بك. طبعا الموسم الجديد من القرية العالمية اللي هو بيكون في 25 من أكتوبر من الشهر الجاري، 25 سنة من فعاليات القرية العالمية، ما مدى جهازيتكم؟ والله نحن فرحانين إن شاء الله بافتتاح القرية في موسم استثنائي إن شاء الله، موسم اليوبيل الفضي، موسم 25 من 25 أكتوبر 2020 ل 18 أبريل 2021. طبعاً الحمد لله جاهزين ومستعدين، كل الفرق من فرق الترفيه وفريق التشغيل وفريق استقبال الضيوف كلهم جاهزين ومستعدين. طبعاً في تحديات كبيرة في هاي السنة خصوصاً، ونحن كقرية عالمية مستعدين، وفي عندنا سلسلة من الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة لضمان سلامة الضيوف والشركاء والموظفين أيضاً. نعم. هذه يعني أشياء مهمة وواجبنا الوطني، وعموماً يعني شعب الإمارات وسكان دولتنا الحبيبة بقيادتنا، نحن كلنا متكاتفين للتغلب على هذا الوباء، والإجراءات الاحترازية كلنا متخذينها إن شاء الله في توعية كبيرة. وإحنا كقرية عالمية اشتغلنا في الصعيد الدولي مع هيئات ومنظمات عالمية مثل هيئة الترفيه العالمية ومؤسسة أو مجلس البريطاني للسلام، ومع الجهات المحلية لوضع الإجراءات الاحترازية المناسبة لاستقبال ضيوفنا إن شاء الله في موسم استثنائي إن شاء الله. وإحنا هذا شيء متأكدين منه، فكل سنة القرية العالمية دوم تنظم وتتميز بفعالياتها، باحتفالاتها، حفلاتها، أيضا بالدمج بين الثقافات في مكان واحد. هذه السنة كيف بتحتفل القرية العالمية بيوبيلها الفضي؟ طبعا الاحتفالات بتكون موجودة، طبعا الحمد لله المسرح الرئيسي بيكون شغال، بيكون عندنا عروض ثقافية وعروض عالمية،
بس طبعا ما بيكون في مثل كاجراءات احترازيه حق المسرح الرئيسي على سبيل المثال، بتكون عندنا كراسي موضوعه لكل مجموعه ثلاثه واربعه كعائله يقعدون، وفي مسافه مترين بين الكرسي او المجموعه والمجموعه الثانيه، وبعد كل عرض بيكون في تنظيف وتعقيم للمنطقه. فعندنا اجراءات، الترفيه مهم، نحن نعرف ان ما نقدر، لازم الواحد يعني يطلع ويستانس وياخذ اجراءات السلامه هاي. فنحن الحمد لله عندنا عروض كثيره، عندنا جولات جديده في منطقه الالعاب، عندنا أجنحة جديدة مثل جناح فيتنام وجناح روسيا يعودون هاي السنة، عندنا طبعا السر الأكشاك والمأكولات المختلفة والأشياء اللي يعني الشباب والأفراد العائلة يتريون القرية عشان يجربون المأكولات، كانت شعبية وكانت جديدة. فعندنا أشياء كثيرة في القرية، وطبعا نحن نمثل أكثر من 75 ثقافة على مستوى العالم، هي قرية السعادة وقرية التسامح القرية العالمية. فالحمد لله يعني بتستانسون معنا. طبعا ما ننسى متحف ريبلي، صدق أو لا تصدق، كان السنة اللي طافت افتتاحها علامة عالمية موجودة في القرية. هالسنة إن شاء الله جبنا أشياء جديدة من غرائب وعجائب حول العالم موجودة في متحف ريبلي اللي يكون موجود داخل القرية. عندنا مثل ما قلنا مطاعم ومطاعم، يعني أشياء كثيرة مثل ما عودناكم كل سنة نستقبلكم ونفرح معاكم وتستانسون إن شاء الله في القرية معنا. دائما تشهد القرية العالمية على إقبال كبير من جميع فئات المجتمع، إن كانوا الموجودين في الدولة أو حتى السياح من الخارج. كيف بتكون السعة الاستيعابية للقرية العالمية هذه السنة؟ الحمد لله نحن عندنا مثل ما قلنا إجراءات يعني احترازية، والسعة نحن منسقين مع الجهات الحكومية على سعة معينة. طبعا نحن لتفادي الزحام هاي السنة قررنا أنه ما تكون في حفلات عالمية، يوم الجمعة ما نتوقع الزحام اللي دائما يكون في المواسم السابقة. فهاي يعني موضوع نحن يعني الحمد لله إن شاء الله ما تكون فيها الزحام هذا. طبعا عندنا نظام إلكتروني فعلناه في موقعنا في الآب اللي الضيوف يقدرون ينزلونه، نحن نقدر نخبر الضيوف على مدار الساعة إذا في ازدحام. طبعا في عندنا فريق العمل موجود من الشارع من دخلة القرية العالمية. طبعا مثلا المواقف صف السيارات هالسنة بتكون مواقف صف آلي، ما حد بيوقف لك سيارتك، هاي ضمن الاحترازات اللي ماخذينها. طبعا عندنا الدخول تقدر تشتري تذاكر إلكترونية أو عن طريق الآب، فما يحتاج تجيب أوراق. عندنا أمور كثيرة على المداخل من نقاط حرارية للكشف على حرارة الضيوف والموظفين والشركاء كل مداخل القرية العالمية، هذا بعد شيء احترازي أخذناه. طبعا احنا ان شاء الله بنوزع الأطفال ماسكات حلوة يستانسون فيها الأطفال ويلتزمون مع ذويهم في دخولهم القرية والتمتع فيها. حطينا أشياء كثيرة، مثلا المطاعم في تباعد اجتماعي في المطاعم، في الأكشاك حطينا حتى طوابير الانتظار، في منطقة الألعاب في تعقيم بعد كل استخدام، عندنا حتى الألعاب المهارة ارتئينا إنه ما يكون في زحام، فبيكون في فريق عمل يوجه الضيوف. وإن شاء الله نحن يعني استعدينا وعملنا حتى مع الجهات الحكومية، أخذنا علامة دبي للضمانة لأن اتبعنا أو يعني حققنا عامل من يعني سلسلة من الإجراءات اللي بتكون موجودة واللي بتطبق، وفي تدريب مستمر لفريق العمل لتطبيق هذه الإجراءات. إجراءات كثيرة مثلاً حتى مسرح الأطفال، يعني من الإجراءات التباعد حطينا تيدي بيرز بتكون موجودة عشان الطفل يقعد يكون عنده تيدي بير، ما يكون عنده يقعد مع يعني ما يخططون كثير مع بعض. فالحمد لله مثل ما قلت لك إجراءات كثيرة، حطينا أكثر من 600 يعني جهاز لتعقيم اليدين منتشرين في أنحاء القرية. بيكون في حتى على الأجنحة في ناس يشوفون الازدحام في الأجنحة ويحاولون يعني يأخرون دخول الناس إضافيين إذا كان في زحمة في الجناح. القرية العالمية الحمد لله يعني outdoor أو مش مغلقة، منطقة مفتوحة، فيعني الله يحمينا جميعا. فهذا شيء ادفانتج عندنا ان القريه مفتوحه، ما فيها ما تحتاج تكييف، مفتوحه للجميع ومتنزه عالمي. فانا اتوقع اجراءاتنا كثيره ماخوذه حتى التحول
الإلكتروني أو المنافذ الإلكترونية موجودة في كل محلات القرية أو من مطاعم ومحلات وأكشاك، يعني ما تحتاج كاش، تجيب الكريدت كارد مالك أو التطبيق، تنزل تطبيق القرية اللي هو تطبيق القرية بي جي في بي، وتستمتع بكل العروض والمنتجات القرية. ما شاء الله عليكم ما تقصرون، يعني صراحة أهم شيء أن العيلة والأفراد كلهم يسيرون للقرية العالمية يستمتعون بوقتهم ولكن أيضا مطمنين. وطبعا وفرتوا كل الفعاليات بجميع الإجراءات الاحترازية على أتم واجب. قلت أستاذ علي أن الاحتفالات اللي هي كنتوا تجيبون مثلا فنانين عالميين بيتم يعني الابتعاد عن هذه الاحتفالات أو هذه الحفلات، شو من الحفلات أو الفعاليات الأسبوعية اللي بنشوفها في القرية العالمية في ظل هذه الظروف؟ يعني أعطيك مثال، افتتاح القرية أول جمعة عندنا بيكون في عندنا روكن رول افتراضي، بيشاركون فيه فنانين من مستوى العالم موجودين في بلادهم بيشاركون معنا، وبيكون معروض على المسرح الرئيسي. نعم. بس هي شوية خطة ثانية لمنع الزحام. نعم عندنا طبعا عروض عالمية، طبعا بتكون مفاجآت على المسرح الرئيسي. عندنا العروض الثقافية المعروفة اللي الناس يستانسون فيها، اللي تعرض ثقافات الدول المختلفة حول العالم. عندنا طبعا فريق الترفيه من فريق اللي هو الستانشو السيارات. عندنا مسرح الأطفال اللي فيه عندنا اي بيز او شخصيات كرتونية مثل بي جي ماسك وبنن هولي، هذه اللي طبعا الأطفال بيستانسون معاهم. وعندنا أشياء كثيرة مثل ما قلنا متحف ريبلي صدق أو لا تصدق، هذا متحف فريد من نوعه وموجود حول العالم، فنحن يعني في عندنا محتوى شيق إن شاء الله. طبعا لا ننسى الاحتفالات باليوم الوطني واحتفالات برأس السنة اللي دائما ضيوفنا يستانسون وجودهم في مكان في القرية العالمية مفتوح، والاحتفالات يعني والمنظر روعة روعة جدا. أستاذ علي، نهاية وقبل الختام، شو رأيتكم وخططكم للعام 2021؟ نحن دائما سباقين في قطاع الترفيه والترفيه العائلي، وطبعا دائما عندنا أفكار كثيرة في مفاجآت. نحن طبعا نطلع أول شيء للترحيب بالضيوف في موسم 20، في موسم 25، وطبعا نحن نشوف أن وجود إكسبو في دولة الإمارات وفي دبي مع وجود القرية العالمية بيكون في رونق خاص، فإحنا نستعد أن ندعم إكسبو بتواجدنا في نفس المكان وإضافة جديدة للمنطقة. طبعا نعمل على تجارب جديدة إن شاء الله ومفاجآت في موسم 25 والمواسم القادمة. وطبعا في عندنا رؤية كبيرة، طبعا علامة القرية العالمية علامة وطنية من دولة الإمارات الحبيبة، وإن شاء الله بتكون علامة عالمية، وهي أصلاً اليوم واحدة من أحسن 10 علامات عالمية في مجال الترفيه في العالم. فنحن نفتخر باستقبال ضيوفنا كل سنة، السنة اللي طافت إذا نتذكر 7 مليون زائر، وما يعني البسمة والسعادة وجوه الأطفال وأفراد العائلة، دائماً هذا هدفنا ورؤيتنا في القرية العالمية. واحنا استاذ علي سويدي بفارغ الصبر نتريى هذا الافتتاح ان شاء الله، عدسه استوديو الضفره بتكون متواجده. شكرا استاذ علي السويدي على تواجدك ويانا اليوم في استوديو الضفره. شكرا. مشكورين، جزاكم الله خير وعلى تواصل دائم ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. الخياميه اقدم الحرف الموروثه في التراث المصري. مبادرة الإرشاد المهني لشباب الإمارات. راشد بن فطيمة الشاعر الشاهد على سفر القصيدة في المبنى والمعنى.
وصلنا مشاهدينا إلى فقرة تواصل وتفاعل مع آخر الأخبار السوشيال ميديا المحلية والعالمية، وطبعا مثل كل يوم مع ياسين. شخبارك ياسين؟ شخبارك ابتهال؟ مساك الله بالخير. الحمد لله، الله يمسيك بالنور والسرور. أمسي أيضا على مشاهدينا الكرام، ونبتدي في أول خبر عندنا اليوم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونشر سموه تغريدة عبر حسابه على تويتر، وقال فيها أن التطعيم ضد كورونا هو طريقنا للعودة إلى الحياة الطبيعية. وأرفق أيضا سموه التغريدة بصورة لحظة تلقيه اللقاح وهاشتاغ تم التطعيم. نعم، وهذا طبعا ضمن قائمة طويلة من الشيوخ والوزراء والمسؤولين اللي تلقوا هذا اللقاح. هذا تأكيد على أمانة وأيضا إمكانية الاستفادة منه في إيقاف هذه الجائحة. نعم إن شاء الله، ومثل ما قال سموه يعني اللقاح هو الحل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية. وإلى حين ذلك ياسين، طبعا دولتنا الحبيبة ما توقفت عن إنجازاتها، وكان آخرها مبادرة الإرشاد المهني لشباب الإمارات اللي بتنطلق بعد ما أعلنت عنه المؤسسة الاتحادية للشباب. هذا المبادرة عبارة عن منصة تفاعلية حكومية تجمع المختصين بمجال الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص مع شباب الإمارات المقبلين على خطوتهم المهنية الأولى، سواء لدعم بناء مسيرتهم وسيرتهم الذاتية أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية أو إنشاء صفحة حساب محترف على منصة لينكدإن العالمية. وتستهدف الشباب الإماراتي بين سن 18 إلى سن 35، وخلونا نتعرف أكثر على هذه المنصة من خلال الفيديو. هل أنت من فئة الشباب ولديك العديد من الاستفسارات المتعلقة بخطوتك المهنية الأولى؟ هل تبحث عن مختصين في الموارد البشرية؟ هل تطمح أن يشاركك أحد الخبراء أسرار النجاح في المقابلات الوظيفية؟ تقدم المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة الإرشاد المهني لشباب الإمارات، واللي تساهم في بناء وتعزيز خبرات الشباب من خلال منصة تفاعلية يديرها خيرة الخبراء والمختصين المهنيين في مجال الموارد البشرية، وذلك لخدمة شباب الإمارات المقبلين على خطوتهم المهنية الأولى. وتقدم المبادرة كذلك خدمات التأهيل والتدريب والإرشاد حول إجراءات المقابلة الوظيفية الناجحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لإعداد السيرة الذاتية. وضمن المبادرة يتم إشراك الشباب في محاكاة حقيقية للعمل عبر سيناريوهات لمقابلات وظيفية فعلية. للتسجيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني. كل التوفيق لخيرة شباب الوطن. وأيضا نشرت معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب فيديو على موقع تويتر، وأكدت فيه عن أهمية خطوات المهنية الأولى لتحديد مسار النجاح. خلونا نشوف هذا الفيديو. أنا عن نفسي إلينا حين أتذكر أول مقابلة عمل لي كان لشركة في نيويورك، وكنت مستانسة جدا يوم قالوا لي أني حصلت على هاي الفرصة، ولكن في نفس الوقت كنت متوترة وكنت محتارة كيف أبدأ وين. واستعنت بالوالد وأخوي فارس الله يحفظهم أن يساعدوني عشان أعرف شو ممكن يسألوني في المقابلة وكيف الطريقة الصحيحة للإجابة. وفعلا رتبت أموري قبل المقابلة الشخصية، بدأت أقرأ عن الشركة اللي بيقابلوني، تعلمت كيف أصيغ معلوماتي على شكل قصة بسيطة تشد المستمع، وتعلمت كيف أضع لمسة يمكن إبداع في بعض التفاصيل الهامة في مجال الاقتصاد والمالية. وأهم شيء يجب أن كل واحد منكم يكون حريص على تقديم أسلوبكم الخاص وتعكسون شخصيتكم الحقيقية، وتستعينون بذكائكم وأفكاركم الابتكارية لتحقيق أهداف الشركة اللي أنتم بتقدمون لها، وأيضا كيف تقدرون تحلون مشكلات أو تحديات هاي الشركة. نصائح جدا مهمة، ومنها ألهمني أسألك سؤال، كيف كانت أول مقابلة وظيفية لك ياسين؟ والله ابتهال، أنا ما كانت عندي مقابلة وظيفية. صدق؟ هي ما كانت عندي، يعني كان عندي اختبار مش مقابلة وظيفية، أنا تيست كان عندي ونجحت في هذا التيست وعطول يعني أني توظفت، ولكن كمقابلة وظيفية ما جربت هالشعور. الحمد وانتي؟ لله. أنا أول مقابلة كنت نفس الشيء، كنت وايد متوترة، جهزت، قرأت، شفت كورسات، فيديوهات أنا كيف الواحد لازم يعني يتصرف في المقابلة، كيف لازم يكون السي في أو السيرة الذاتية، والحمد لله يعني توظفت. اجتزتيها يعني. نعم. ولكن فعلا ساعات نشوف ابتهال، أو أغلب الأحيان نشوف شباب عندهم إمكانيات هائلة، سواء مهارات أو إمكانيات يعني إبداعية عندهم، ولكن لما يبون يطرحوها أو يعرضوها سواء عن طريق السيرة الذاتية أو عن طريق التقديم للوظيفة، تكون طريقة التقديم أو طريقة عرضها في السيرة الذاتية فاشلة أو تعبانة، يبالها خبرة أكثر. نعم، يبالها خبرة أكثر،
رص أكثر يعني. بالضبط، يعني مثل ما قلت المهارة اللي هي مهارة العمل مختلفة عن مهارة المقابلة الوظيفية، السيرة الذاتية، والحين في تنافسية جدا عالية، فلازم يكون في ابتكار أكثر في السيرة الذاتية في المقابلات الوظيفية، هذا الشيء جدا مهم لاكتسابه. في الأخير أنت ما تقدر يعني تحط كل مهاراتك وكل اللي في عقلك في السيرة الذاتية مرة واحدة. طبعاً. وأيضا جهود دولتنا حثيثة في تمكين الشباب عبر المنصات وأيضا الدورات التقديمية عشان يبنون سيرة ذاتية متميزة، وأيضا تسمح لهم يقدمون يأخذون الوظيفة بنجاح إن شاء الله. نعم، ومنها مبادرة 50-50 اللي يشارك من خلالها 50,000 طالب وطالبة من أكثر من 1200 مدرسة حكومية وخاصة في ورش عمل رقمية لتصميم مستقبل الإمارات للخمسين عاما القادمة. وبهالعدد نجح الطلاب في تشكيل أكبر ورشة عصف ذهني طلابي من نوعه لتقديم الأفكار المبتكرة. زين ابتهال، انتبهتي الحين ان الجو قاعد يبرد وصارت النسمة وايد؟ يا حالات الحين. زين شو اخر نشاط سويتي الويكند اللي طاف؟ ضروري صرت البر. صرت البر، هذا اهم شيء طبعا، يعني على هالجو لازم اهم شيء نسير البر. زين شو النشاطات عفوا الخارجية اللي تسوينها باستمرار دائما؟ مو باستمرار، ولكن ممكن المشي، الركض. المشي والركض. نعم. وعلى طاري هالموضوع المشي او الركض أو السايكلينج، نقدر نقول أيضا يعتبر نشاط ثاني، انتشر مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله، وهو على قمة جبل جيس وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة. خلونا نشوف. عمر مرحبا، يعطيك العافية. وانتشرت أيضا التعليقات اللي أشادت بتواضع سموه والدعوات الطيبة له. نعم، الله يعطي صحة والعافية، وخير مثال بالفعل، خير مثال على الاهتمام بالصحة وعلى هذا الجو الجميل. يعني طالع ما شاء الله قاعد يسوي رياضة ركوب الدراجة، وأيضا الدولة موفرة المنشآت الرياضية المناسبة والمساحات المناسبة عشان الكل يمارس أنشطتها بأريحية وبأمان. نعم. وأخيرا مشاهدينا، تم افتتاح حديقة بحيرة البرشة اللي تعتبر مقصد عائلي متعدد المرافق والخدمات، وطبعا الحديقة بتستقبل الزوار مع تطبيق تام للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع. هذه الطبيعة ذكرتني بفيديو لفنان ياب في ساحة الكثير من الالكترو جيتارز أو الجيتارات الكهربائية وطيور، وخلاها يعني جوب بأريحية، وكانت مثلا يوم تنزل على الوتر يطلع اللحن بالضبط بعفوية. فأنا جبت اليوم الفيديو، وإن شاء الله تستمتعون بهذا الفيديو في ختام الفقرة، فخلونا نشوف. خلونا نشوف. ما شاء الله إبداع.
نعم يعني حتى الصوت حلو، يعني مش انه اي شيء العزف، لا تحس انه في شيء حلو بالرغم من العفويه يعني، بس دائما نحن نشوف ان الطيور لها لحنها، دائما نتغنى فيها، دائما نحب نسمع اصواتها. ف نعم صحيح نعم، ولكن جدا غريب، جدا غريب، وحبيت الفكره صراحه. نعم. يعني لو يسوي فرقه يسميها طيور جيتار بينجح فيها. نعم بينجح. نعم فيها. والحين انتهينا من هذه الفقره، وصلنا لنهايتها، فشكرا جزيلا ياسين. شكرا لك جبتي هاله ايضا، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. والحين بنتقل ويا مشاهدينا لفقرة أخرى، فقرة حرف، واليوم بنتكلم عن الخيام. في صحراء العرب انتشرت الخيام، ولكن تخصص في صناعتها المصريون، وارتبطت صناعة الخيام بالحرفيين في حي الحسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، وعرفت بصناعة الخيامية، وهي من أقدم الحرف الموروثة في التراث المصري وأحد أهم الصناعات اليدوية في الشارع هناك. لمعرفة المزيد عن صناعة الخيامية نتابع التقرير التالي. إبرة فضية سميكة يقبض عليها بخفة أصابع رشيقة لرجل تشع عيناه بوهج لا ينطفئ، وتومض ملامحه فخرا بمهنة توارثها عن أجداده. تلف الإبرة وتدور بمهارة فيما ينسج ويثبت بخيوط الزمن الملونة، وحدات هندسية زاهية منتظمة ذات طابع إسلامي تطغى عليه الأشكال الهندسية كالمثلث والمسدس والنجمة المثمنة، تتخللها آيات قرآنية أو حكم شعبية، ووحدات أخرى عضوية منحنية تغوص في الواقع الشعبي، وتشترك فيها عناصر الطبيعة وشخصيات من الموروث الثقافي العربي. فبالقرب من باب زويلة في القاهرة الفاطمية العريقة، ووسط صخب شوارع الغورية، خرج فن الخيامية، ذلك الفن المصري المتفرد الأصيل، خرج ليطير في كل الدنيا، يغازل بألوانه المتداخلة عيون متذوقي الجمال. شارع هو الأكبر تاريخاً بين شوارع تلك المنطقة القديمة، تجمع به قدام الصناع والتجار حول حرفة أفنى الكثير منهم حياته في رحابها، وتوارثها معظمهم عن آبائهم وأجدادهم، فكانوا بمثابة حراس لها من الزمن حتى لا تندثر كغيرها. في تلك المنطقة يقع أشهر الأسواق لصناعة وتجارة الخيامية بمصر. الخيامية هي فن مصري قديم، وتعني صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم في عمل السرادقات، ويعود فن الخيامية إلى قدماء المصريين الذين كانوا يستخدمون ألوان الفواكه كالرمان والمانجو والتوت وكذلك البصل والبنجر في صباغة أقمشة الخيامية التي شهد نهر النيل باكورة صناعتها على ضفافه. ومع مرور الوقت ازدهرت حرفة الخيامية في العصر الإسلامي، وشهد العصران المملوكي والفاطمي قمة ازدهارها، وارتبطت الخيامية بكسوة الكعبة المشرفة، فكانت أقمشة الخيامية الملونة تطعم بخيوط الذهب والفضة لتزدان بها الكعبة، وظلت مصر ترسلها للحجاز في موكب مهيب يعرف باسم المحمل، وذلك حتى أواخر حقبة الستينيات من القرن الماضي. الخيامية هذه المهنة الدقيقة التي تبرز مهارة وموهبة صناعها، تتطلب توافر الصبر والتدقيق والحرفية العالية حتى يخرج العمل الفني رائعاً خالياً من أي أخطاء. فيبدأ العمل برسم التصميم الذي يتم تنفيذه على القماش، والمعروف بقماش التيل الذي يتميز بأنه قماش طبيعي سميك لونه الطبيعي عاجي. يقوم الحرفي بتخريم الرسم، وتنثر بودرة مخصصة لطبع الرسم على القماش حتى يقوم الفنان بعملية التطريز، حيث تقص وحدات القماش وحياكتها مع بعضها البعض، وغالبا ما تكون التصميمات عاكسة للأشكال الفرعونية والإسلامية المتمثلة في الخط العربي الذي يعكس آيات قرآنية كريمة، وحديثاً أشكالاً هندسية أو زهوراً أو مناظر طبيعية لافتة.
تعد الخيامية من المظاهر الرمضانية الأساسية في مصر، فما إن يحل شهر الصيام حتى تزدهر الحركة في شارع الخيامية استعدادا للطلب على الأقمشة المزينة لاستخدامها في الخيام الرمضانية وفي سرادقات موائن الرحمن وفي عروض التنورة وفي واجهات المحال والمطاعم. صناعة الخيامية من أول الحرف والأعمال اليدوية التي تعلمها الإنسان لصنع مأوى له من القماش، وطورها المصريون لتصبح سفيرة الفنون المصرية القديمة تقام لها المعارض في كل مكان. وآخر فقرات حلقتنا بعد الفاصل، راشد بن فطيمة، الشعر الشاهد على سفر القصيدة في المبنى والمعنى. شاعر يمزج روح القصيدة بتراكيبها ومفرداتها المتواردة من البيئة التراثية، يمتلك القدرة على إجلاء بيان المعنى متدفق السجية ومحافظا على الصدق في التعبير عن أحوال قصيدته. شارك في برنامج شاعر المليون في الموسم الأول، واشتهر بفوزه بجائزة أفضل قصيدة في وصف المقناص بمسابقة نادي سقاري الإمارات. راشد بن فطيمة، الشاعر الشاهد على سفر القصيدة في المبنى والمعنى. ضفى علينا عام زايد ولا زال، يمدنا مد الكريم لعياله، مواقف تحفظ من أجيال لأجيال، حازت على الثنتين أجر وجماله. الله. شفنا عطايا ما تقيس بمكيال، عساه في جنة عدن طيب الفال، عساه في جنة عدن طيب الفال، أطلب له الرحمة وغير الدعالة. وصلنا إلى فقرة مرآة الأدب، واليوم ضيفنا الشاعر والإعلامي راشد بن فطيمة. حيا الله ويا هلا ويا مرحب. الله يحييك أختي ابتهال، يا مرحبا، يحييكم، تحيي أنت بدعوتكم هذه هذا البرنامج الشيق، الله يوفقكم كل ما تقدمونه في قناة الظهرة. وإحنا سعيدين بتواجدك ويانا شاعرنا، وبعد غياب أو ابتعاد شو هي القصيدة اللي تعود بها لمحبي أشعارك؟ أنا ما أعتبر غياب، أنا حالي حال الناس، غيابنا في هالفترة هذه طبعاً كل الناس غابت عن الإعلام. صحيح. بسبب جائحة الله يرفعها إن شاء الله عن الأمة الإسلامية وعن العالم بأجمع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. عندي قصيدة طبعاً ما تخص الغياب لكن أحب أقدمها. يالله يا فارج عظيم الهمومي، أنك تفرج هم، أنك تفرجها على كل مهموم، أرجيك يا رب العباد الرحومي، يا خير من نرجيه يا حي قيوم، طالب قسم من خيار القسومي، في كل رجاء والناس معطى ومحروم، إنك تجنبني لهيب السمومي، رحمتك يا غفار ذنب البن يدوم، يا رب جملني بطيب العلومي، عندك وعند اللي عبدك من القوم، يالله دخيلك لا تردي عزومي، في طاعتك ومواجهة كل ملزوم، أنا بشر لو يسترني هدومي، ماني عن الزلات والذنب معصوم، تردني دنيا العنا عن حلومي، واقصر خطاي وراضيا كل مقسوم، لا صرت في عيون الرجال محشومي، الدرب قدامي معبد ومرسوم،
أساير الدنيا وصدري كتومي عن بعض ناس تتبع علوم بعلوم وش لي ورا زلاتكم يرخومي وش لي ورا زلاتكم يرخومي ما لي على الانذال شرها ولا لوم الكم سلوم ومعجبتني سلومي من ماضي الازمان ما هو من اليوم اصد عن فعل الدنايا وشومي وابعد عن اللي في مساعيه مذموم عيني على صيد بصف نجومي مع حرار بالسما تكسر الحوم وافخر بمعرفة النشام القرومي لو كان معرفتي لهم لو بعض يوم لو كان معرفتي لهم لو بعض يوم سلامتكم. الله الله عليك شاعرنا صح لسانك. الله يسلمك. شاعرنا راشد أنت كنت عضو في مجلس شعراء أبو ظبي، لو تخبرنا عن حال الشعر في تلك المرحلة. هذا سابق، هذا كنت سابقا في نعم في برنامج شعراء أبو ظبي. حال الشعر نفس الشعر الآن، يعني مستويات الناس مثل ما كانوا، يعني الشاعر يجيك شاعر قوي يجيك شاعر أقل منه يجيك شاعر يتميز بشيء معين نفس الشيء، ولكن يمكن في السابق كانوا على الفطرة، يعني أكثر الشعراء ما كانوا بهذا الزخم. اليوم الأكثر يعني صاروا مجموعة من الشعراء ما شاء الله، يعني وصلوا إلى مرحلة تعدوا ما شاء الله يعني الأرقام القياسية. في السابق كانوا على قد حالهم، والشاعر فيهم اللي يجيب أفكار طيبة وأفكار تعالج أمور في الحياة اليومية يعني. نعم. وهذا نعم الشعر ما تغير. وفزت أيضا شاعرنا راشد بجائزة أفضل قصيدة عام 2004، شو موضوع تلك القصيدة ولو نسمع منها أبيات ما عليك أمر؟ حاضر إن شاء الله. هذه كان في مسابقة في نادي صقار الإمارات وشاركت فيها والحمد لله جبت قصيدة فازت في وصف المقناص. وقصيدة أقول فيها جاك الفرج يا منتظر طل تسهيل أيام ويذعذع نسيم البرادي جاك الفرج يا منتظر طل تسهيل أيام ويذعذع نسيم البرادي خذ ما تبيه وزود البن والهيل يكفيك لين تعود صوب البلادي ووصيك أنا في العزبة هم الفناجيل زود عددها لا تصير اقتصادي واختار خو الطيبين الرياجيل اللي لهم رغبة بقطع البيادي أهل العلوم الطيبة والتماثيل اللي سوالفهم الجرحك ضمادي اللي سوالفهم الجرحك ضمادي وانصوا ديارا عمها وابل السيل جانا خبرها والعلوم الوكادي حيا وفيها الحباري مداهيل شي مرب وشي لفو جدادي تغانموها بده من كنه الليل غريب لون ومايل للسوادي العام فعله واضح بالتفاصيل عليه شرط انه الى هد صادي والاشقرا سوات لون القناديل من شاف فعله قال ما هو بعادي من قال فيه تقول خلى لقاويل هذا هوا بالي وغاية مرادي. والقصيدة أطول من كذا ولكن البرنامج أنا قصير وأتمنى أني يعني أقدم أشياء كثير. الله عليك الله ما قصرت شاعرنا ما شاء الله عليك. وطبعا مثل ما نعرف شاعرنا دائما الشاعر يكون للوطن في مكان مختلف مميز في شعره، لو حبيت تختار قصيدة وطنية من أشعارك شو هي القصيدة اللي بتختارها؟ افرح يا دارنا عيدك الميمون عاد يحتفل بك شعبك من الحدود إلى الحدود عيد ترفع لك علم ويد من فوق الزناد كلنا متكاتفينك ونرقابك سنود عين تنظر في سماك وعلى شطك عتاد وكل حبة رمل منك تراقبها جنود انت حبك يا وطننا طفح كيله وزاد يعلم الله ما نقوله وخلق الله شهود أهلنا قدامنا مرضوا فيك الفساد والجدود اللي ما بين النصايب والحود في زمان فات
عانوا بجد واجتهاد، والزمان الشيل يعل ذكره ما يعود، رابطين ازهابهم في مصاليب الشداد، والمطايا لاحقا في غواربها لبدود، محتمينك من جميع النواحي والوكاد، انهم متعودين الشجاعة والصمود، والحقيقة يا شعوب الوطن فيكم سداد، مثل هلكم بالشجاعة وهقوتنا تزود، كل سيف في لزومه يسلم من الغماد، انهضوا بالبيت والبيت ترفعه العمود، تحت ظل عيال زايد وحكام البلاد، الفهود اللي تسلسل من سلالة فهود، قادنا خليفة اللي عليها الاعتماد، وابو خالد فخر الإسلام يعلف الوجود، الأمن وجودهم في ربوع الدار ساد، أكرمونا جعل زايد بجنات الخلود، أكرمونا جعل زايد بجنات الخلود. آمين يا رب العالمين، وما شاء الله عليك صح لسانك شاعرنا. الله يسلمك. لك أيضا تجربة في الإعلام، قدمت برنامج هل الواحة استضفت به شعراء، خبرنا عن هذه التجربة. والله التجربة صراحة يعني أنا استفدت منها، أنا اللي استفدت منها، فما بالك الناس اللي يعني كثير الناس، وحتى جتني طلبات على أني أعيد هذه البرنامج، ولكن بعد لظروف ما قدرت أعيده، وإن شاء الله نقوم برنامج يعني ما يعادلها ويرضي الناس. نعم. واختضفت شعراء قدامى، شعراء يعني ما شاء الله لهم باع طويل في الشعر، وقدموا كل ما عندهم برحابة ومبسوطين، والناس مبسوطين منهم. هل بيعود راشد المنصور إلى تكرار التجربة في الإعلام؟ هل بنشوفك في أي برامج قريباً؟ والله أتمنى يعني إذا كان شفت المجال اللي يرضيني أنا حاضر. الله يحفظ لك الخير. شاعرنا، شو بالنسبة للطموحات أو الأحلام اللي أنت ترغب بتحقيقها في أشعارك؟ أتمنى أن أقدم كل ما يرضي الجمهور. نعم. ويكون مفيد. هاي طموحاتي بس. إيه؟ أني أفيد بموضوع أو بتجربة أو بأي شيء، أني أفيد الكل. طبعاً وهذه الفائدة موجودة، ولك الكثير من الجمهور ومن المحبين وقراء قصائدك، ونتمنى أن نختم هذا اللقاء بقصيدة. أي قصيدة تحب تختارها؟ يقولون الرواه ان الضعيف اللي قلي القوم، وانا ماني بناقص قوم ربعي تروي الضامي، فلكني بعد ما شفت في وجه الزمان ثلوم، تخيرت السباحة في بحور موجها طامي، يغيبن نجوم الساريات وفي سماي نجوم عساها ما تغيب، ونورها خلفي وقدامي نجوم، اللي اتماديت بغلاها ما علي هلومي، لخويت افضل للمخوة ناس نحشامي، وترى بعض البشر يشرى وعمره ما يعرض سوم، تجدد صحبته طول الدهر عام ورا عامي، ما هي بالصحبة اللي تنتهي ما بين ليل ويوم، تغيرها صواديف الزمان وبعض الأحلامي، أنا بوصيك يا ماخذ من سلوم الرجال سلوم، نصيحة عن تجارب والتجارب درع وحزامي، ترى من عاصر الدنيا واخذ من وقته المقسوم، يفيدك لو يقدم كلمتين بروس الأقلامي، وحذرات الصديق اللي يرش المسك والمشموم، ويضحك لك ويزرع في طريق شوك والغامي، يبين لك صديق وعلته في دمه المسموم، ويذن ويتسحر بس لا صلى ولا صامي، ترى بين الرجال سباع غاب وفي الرجال رخوم، تحذر من بعض الأرقام لا تغلط بالأرقامي، ولا تصبح سوى اللي يربي لقناص هبوم، يهده كل يوم ولا يجيه مخلبة دامة. سلام. الله صح لسانك شاعرنا الشاعر راشد بن فطيمة، الشاعر والإعلامي أيضا، شرفتنا اليوم وشكرا جزيلا على وقتك. الله يحييكم، شكرا لكم، شكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج،
مشكورين جميع الأخوان الموجودين معكم. وكل الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم. استوديو الظفرة يرافقكم من الأحد إلى الخميس، ويمكنكم متابعتنا على حسابات قناة الظفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف ألف خير وفي أمان الله.